تجمع محدود جدا بالنسبة لمخيم الفوار، لأنه في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم وكانت الدعوة متأخرة، ولكن حقيقة ما نلمسه نحن وما نعانيه يمكن ما بستطيعش أي إنسان أنه يصبر عليه إطلاقا. ومع الأسف الشديد لم نجد الجهات الرسمية المقصود بها دائرة شؤون اللاجئين. شوف هذا المسمى دائرة شؤون اللاجئين، وهي أكبر يعني بتقدر تقول دائرة في منظمة التحرير الفلسطينية، ومهمتها الأساسية هي الإشراف وتتبع الحالات في المخيمات بالنسبة للاجئين. لم نرى منهم أحدا طيلة وقت الإضراب وما تركه علينا من آثار. طبعا الآثار واضحة جدا، الأزقة والشوارع سواء رئيسية أو شوارع فرعية هي يعني مليئة جدا بالفضلات وبالمخلفات السيئة جدا، لدرجة أنه أحد الإخوة قبل لحظات بسيطة بحكي لي أنه بدأت الأمراض تنتشر في داخل المخيم، وهو الآن أخذ طفلين إلو إلى أحد الأطباء وأخبروا الطبيب بأن هذا المرض يعني حتى سريع العدوى. فإحنا أخشى ما نخشاه أنه كثرة الزواحف والروائح الكريهة وغير ذلك إنها تؤدي إلى أمراض، وهذه مسؤولية مباشرة للوكالة الغوث اللي هي مسماها إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. مع الأسف هي تخلت عن كلا المهمتين، لا إغاثة ولا تشغيل، ولا كأنه معها خبر إطلاقا بالنسبة للمخيمات. كل اللي حصل الخلاف إنه الموظفين بيطالبوا ببعض حقوقهم، وليست يعني بالنسبة للغلاء الفاحش الموجود بالنسبة لواقعهم، ولكن الوكالة دارت ظهرها بالكامل. وإحنا يعني أبناء جلدتنا اللي هم مسؤولين عنا اللي هي الدولة المضيفة اللي هي السلطة، مع الأسف لا هي ضاغطة على الوكالة ولا في نفس الوقت جاي تتلمس شو عندنا إحنا من مشاكل. بالإضافة لعيادة الوكالة القائمة في عنا مرضى كبار في السن، أمراض مزمنة، سكري وضغط، إلهم ملفات ثابتة، هذول طبعا قطعوا نهائيا. الحالات الأخرى مثل الأطفال، التطعيمات للأطفال، النساء الحوامل، الحالات الطارئة اللي بتحصل في المخيم يعني من الأمراض، وأهم ما في ذلك تعطيل عملية التعليم. يعني تصور إحنا مدارس الوكالة هي مدارس إلزامية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع. شو ابن أول ابتدائي لما ينقطع تقريبا ثلث السنة بدون تعلم؟ كيف هذا التعويض اللي بده يصير له وكيف بده ينشأ؟ بمعنى أنه جيل كامل هذا قضي عليه من كل النواحي. فأنا ما بعرف يعني مين إحنا بدنا نناشد، مين إحنا بدنا نخاطب، مين الجهة المسؤولة، مين الجهة بتحمل. إحنا جزء من الوطن وإحنا منقدم كل ما يترتب علينا، ولكن مع الأسف الشديد ما منلاحظ. يعني شو وين الجهات الرسمية اللي سألت؟ وين حتى الوكالة لما دارت ظهرها؟ شو يعني ما بنقوش الليل الأصل؟ الأصل إنهم يشعروا إنه 12 ألف مواطن بين طفل وامرأة وكبير وصغير كل الخدمات وكل شيء عندهم معطل. مع العلم الوكالة مش من اليوم هي عطلت، منذ فترة طويلة بدأت تتخلى عن أعمالها. ونسأل الله إحنا يعني ما إنا إلا رب العالمين إنه يكشف الضر عن هذه الناس، وإحنا الحمد لله يعني صابرين ومحتسبين، حتى إحنا يعني مناش إلا هدف واحد اللي هي العودة إلى الوطن. إحنا في هذا اليوم تقريبا قريبين لذكرى النكبة، ولكن أنا اللي شايفه إنه نكبات متكررة بتتكرر في كل لحظة، مش نكبة واحدة وإنما هي نكبات وبس. شو بدنا نقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول المهاجرين وأول اللاجئين، النبي الأمي الأمين، الصابر المرابط، القدوة والأسوة، الحمد لله القائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. نعم، اليوم في مخيم الفوار، واحد من 19 مخيم في الضفة الغربية، يعاني
يتألم ينزف منذ أكثر من 90 يوما، 90 يوم في مخيمات الضفة الغربية، 90 يوم غير القتل المتعمد من الاحتلال، غير الهدم، غير السجن، غير الجرح، 90 يوم. والأونروا ترفع يدها عن خدماتها المقدمة للمخيمات. رسالتنا الأولى هذا اليوم، وأنا كرئيس لجمعية شؤون التعليم الخيرية في مخيم الفوار، أطالب إدارة الوكالة المنبثقة عن الأمم المتحدة والمسؤولة عن التعليم في مخيمات اللجوء أن تقدم خدمة التعليم لأبنائي وبناتي، أن تقدم خدمة التعليم لأكثر من 2000 طالب وطالبة في مخيم الفوار. 90 يوم وأبنائنا وبناتنا في الشوارع، في الزقاق الضيقة بين أكوام النفايات، لا متنفس في المخيمات إلا أزقة الشوارع. 90 يوم يا إدارة الوكالة، بعيدا عن المناكفات، بعيدا عن الكذب في عجزك المالي، بعيدا عن السياسة التي أصبحنا على يقين بأنكم تتخذونها طريقا لإنهاء وجودكم في فلسطين، أنتم المسؤول الأول عن تقديم خدمة التعليم، وبالتالي نطالبكم أن تقدموا خدمة التعليم لأبناء اللاجئين في المخيمات، بعيدا عن صراعاتكم. بغض النظر عن المطالب، نريد أن تقدم خدمة التعليم بأسرع وقت. بدأ صبرنا ينفذ، ولا ندري كيف ستنفجر المخيمات وفي وجه من ستنفجر. 90 يوم يا إدارة الوكالة التي تغنيت بحقوق الإنسان، وأخذت المعلمين والمعلمات في دورات لأيام طويلة وساعات طويلة عن حقوق الإنسان، كذب في كذب وتدمير في تدمير لأبنائنا باسم حقوق الإنسان. 90 يوم وتقبلوا على جيل بأكمله يجهل ويدمر وينسى كل شيء. ظنينا منكم أننا سنصل إلى مرحلة نقول للوكالة غادري من المخيم ويأتي من يستلم بدل منك. وهذه الرسالة الثانية، الوكالة كانت وما زالت وستبقى شاهدا أمميا ودوليا على قضية اللاجئين وعلى التهجير وعلى النكبة، ستبقى شاهدا على 75 عام من النكبة، على 75 عام من التهجير، على 75 عام. الوكالة هي شاهد دولي وجدت لخدمة من تهجر وترحل وقتل وهجر وهدمت بيوتهم، شاهد على نكبة الأجداد والآباء، ولذلك عليها أن تبقى تؤدي دورها. أما أنها تتساوق مع الاحتلال وتصبح في خندق واحد تريد أن تنهي وجودها لطي قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات الأممية، وبأن قضية اللاجئين أصبحت من الماضي، وبأن قضية اللجوء لا تورث، وأن الذين ولدوا في البلاد لم يبق منهم إلا القليل القليل، وبالتالي من لم يولد في بلده الأصلي فلا داعي أن يذكر أرض أجداده أو أن يطالب بحق العودة. بعدا لكم، بئسا لكم، لا وربي ستورث، سنحمل هم الأجداد ودموع الآباء، سنحمل عظامهم عندما نعود لندفنها في الفالوجة وذكرين وبيت جبرين وعراق المنشية. لن ننسى أرضنا المهجرة، ولن نقبل لأي علم إلا علم اليونروا أن يرفع فوق مقراتها في مخيمات اللاجئين. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة لمجتمع اللاجئين، قضيتنا أصبحت تدار
ليس في الغرف المغلقة، إنما علنا هذا المفوض العام السويسري والدايركتور الأمريكي بدأوا يعلنونها علنا، نعم، لنقل إدارة الوكالة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، أو من يقبل بأن يكون التيس المستعار. وإن التاريخ يكتب ليس حاضر ولكن بعد مئات السنين، يسجل التاريخ المواقف، بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إماء، ما جاء سيف الله من خمارة كلا ولا أنجبته الليالي الحمراء. سيلعن التاريخ كل من يقبل بأن ينهي وجود الوكالة، سيلعن التاريخ كل من يقبل أن يستلم مفاتيح مكاتب الوكالة، سيلعنه التاريخ، وسنلعنه نحن وأبناؤنا وأحفادنا ما حيينا، ولن نقبل بذلك أبدا. وإن اتحاد العاملين في إدارة الوكالة أصبح خط الدفاع الأول عن كرامة اللاجئين، وإن إخوتنا المضربين عن الطعام أصبحوا يشكلون خط الدفاع الأول، وبالتالي الوقوف معهم ودعمهم ومؤازرتهم أصبح واجب وطني وإنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى. هذه المدارس خرجت العلماء والمهندسين والأطباء برغم غرف الوكالة الضيقة، برغم شح المادة، برغم الوضع الاجتماعي. المخيمات يجب أن تدرس كعلم اجتماع في كبرى جامعات العالم. كيف أصبحنا نحمل أكبر الشهادات من بين أوتاد الخيام؟ خرجنا لم نجد أراضي، ولم نجد تجارة، ولم نجد مالا، إنما بقوة الإرادة، إنما بهمة الأجداد والآباء الذين قالوا لنا لولا الدماء التي أريقت، لولا الدماء التي أريقت في أرض الآباء ما خرجنا. حفاظا على الصغار وعلى النسل وعلى الحفاظ عليكم، هجرنا بقوة السلاح وطردنا من أراضينا بالقوة، فإياكم أن تنسوها وإياكم أن تضحوا. هذه الكلمات، هذا الأمل، هذا الوعد الرباني هو من خرج هذا الجيل، هو من خرج أبناء المخيمات في كبرى الجامعات في العالم. في مخيم الفوار العشرات يحملون شهادة الدكتوراه والماجستير، المئات يحملون شهادة البكالوريوس، أكثر من 150 طبيب وطبيبة. كل ذلك من كيف؟ من أزقة المخيم، من هذه المدارس. يا وكالة الغوث، يا من تحاول أن تنهي وجود المخيمات، ينتهي وجودنا بعودتنا، ينتهي المخيم بحق العودة، ينتهي المخيم بأن نعود إلى أرض الآباء والأجداد. الرسالة الرابعة في ذكرى النكبة 75، نكبتنا بهذا التعنت من إدارة الوكالة أصبح نكبات، وأصبحت هموم، وأصبحت نفايات متراكمة، ووضع صحي متأزم، ووضع مادي. 3 شهور لم يتلقى العاملين رواتبا في إدارة الوكالة، 3 شهور لم يتلقى الموظفين رواتب. هذه قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، وهذا يعني أن إدارة الوكالة بلا أخلاق، كالمحتل الذي يقصف غزة هاشم الآن. صبرا يا غزة، صبرا آل غزة، صبرا يا غزة هاشم، فإن الله معكم والله لن يخذلكم. صبرا يا من تحملتم الجراح والآلام، تدري أن غزة أكبر اكتظاظ في العالم، تدري أن غزة أكبر عدد من الإعاقات في العالم، تدري أن غزة كل يوم تقدم عشرات القرابين من الشهداء لهذا الوطن، تدري أن غزة تدافع عن كرامة أمة تعدادها المليار وأكثر، يتفرجون وينظرون ويعدون الشهداء والجرحى. رسالة من قلب مخيم الفوار
إلى غزة هاشم والأحرار، معكم بقلوبنا، معكم بدعواتنا في الليل وقبل الفجر وبعد الفجر، بأن ينصركم الله ويحقن دماءكم ويحميكم ويحفظكم ويسدد رميكم وينصركم على من عاداكم. وبإذن الله الصبر والنصر صبر ساعة، والأيام دول والتاريخ دول، وما عمر محتل في هذه الأرض، وإن النهاية لنا بإذن الله كما وعد الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. وأخيرا الإخوة والأخوات العاملين في إدارة الوكالة، نحن معكم مؤسسات وجمعيات، نشد على يديكم ونعلم حجم الوضع الكارثي المادي تعرضتم له، وأن لكم أبناء وبنات مثل باقي الناس في المدارس وتعانون مثل ما نعاني. لذلك أنتم لستم جزءا غريبا عن هذا المخيم وغيره، بل أنتم منا وفينا، ولذلك وجب الوقوف معكم ونصركم ومؤازرتكم، سائلين الله عز وجل ألا يطيل هذا التعنت من إدارة الوكالة، وأن تنفرج الأزمة ويعود أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة بأسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.